نعم، لماذا تأخرت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل عمان؟ لأن خطابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والأمراء على قسمين، خاطب الملوك العاجم قبل فتح مكة. لماذا؟ لأن أولئك الملوك أو تلك الشعوب لم يكن لديها يعني ما يمكن نقول تقديس أو احترام لقبيلة قريش وللكعبة ومكانتها. فلذلك خطابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك العجم كانت قبل فتح مكة. أما خطاباته إلى عبد وجيفر ملكي عمان أو إلى ملوك العرب كانت بعد فتح مكة، لأن العرب كانوا يعظمون قريش ويقدسون الكعبة، فيعتبرون قريش هم يعني جيران الله، فلذلك يعني ما كانوا يقدمون على التصديق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبالاستجابة لدعوته. فلذلك كانت خطاباته إليهم بعد فتح مكة. ولذلك جيفر بن جولاند يعني سأل عمرو بن العاص: وهل دخلت قريش في الإسلام؟ قال: نعم، إما راغب أو مقهور بالسيف. فمعنى ذلك يريد أنه أن يتأكد هل قريش فعلا صدقت ودخلت في الإسلام؟ فأجابه عمرو بن العاص: نعم، إما راغب أو مقهور بالسيف. على ذكرك لعمرو بن العاص سعادة الشيخ، ما الذي تقرأه في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الشخصية ليكون مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان؟ عمرو بن العاص أولا قبل كل شيء أنه ينتمي إلى أسرة عريقة في قريش. الأمر الثاني أنه الرجل أن الرجل قد تعامل مع الملوك، فكان يذهب إلى ملوك إلى ملك الحبشة إلى ملوك الحبشة، فلذلك قريش اختارته هو سفيرا أن يرد الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، لأنه يتعامل مع الملوك. الثالث من الظاهر أن العاص بن وائل والد عمرو كان له علاقة أو معرفة بملوك عمان، فلذلك جيفر بن لانك سأله عن والده: هل أسلم؟ قال له: لا، وقد توفي مشركا، وقد وددت أنه لو دخل في الإسلام. فمعرفة جيفر بن جولاند ملك عمان يعني بالعاص بن وائل الدليل على أن هنالك ربما يكون شيء من العلاقة. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأسباب ولغيرها من الأسباب. نعم، يذكر سعادة الشيخ أن ملابس النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجتلب من صحار، ما الذي تقرأه في ذلك؟ أول أن صحار كانت مشهورة بالنسيج، وطبعا العلم ليست لا توجد مدينة اسمها صحار إلا في عمان. بعض من المؤرخين أو المفكرين يقول أن ربما هي صحار في اليمن، لكن في الحقيقة هي صحار في عمان، ولكن بعض الجغرافيين يخلطون بين اليمن وبين عمان فقالوا صحار من اليمن. في اليمن لا توجد فيها مدينة اسمها صحار على الإطلاق، وصحار هي في عمان، ولعل كان لجودة النسيج، ولعل كان هناك في تواصل تجاري بين عمان وبين الحجاز، وفي نفس الوقت يعني يعطي قيمة حضارية في الحقيقة لعمان. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكتسي من نسيجها، ومن الملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتسي بالكسوة التي تنسج في صحار للمناسبات، هكذا ذكرت بعض كتب السيرة، يعني بعض المناسبات كان صلى الله عليه وسلم يكتسي فيها بالكسوة التي يعني كانت تجلب إليه من صحار من عمان. نعم، بارك الله فيكم سعادة الشيخ.